التجربة الرابعة لمخبر الاتصالات الرقمية المجمع ومفكك التجميع بتقسيم التردد FDM. أهداف التجربة: التآلف مع محتويات وإشارات لوحة التجارب DL2550، دراسة تجريبية لقسم الإرسال من خلال أولا دراسة التعديل، ثانيا دراسة التجميع مع إضافة نغمة إرشاد بايلوت تون، ثلاثة دراسة تجريبية لقسم الاستقبال من خلال دراسة المتحكم ذو الربح الآلي AGC ودراسة فك التعديل واستعادة الإشارات، دراسة تجريبية لظاهرة تسميع الكلام، وأخيرا محاكاة فيزيائية لخط النقل. مفهوم الـ FDM: يقصد بالـ FDM تجميع عدة رسائل ذات حوامل ترددية مختلفة معا في قناة اتصال وحيدة مع مراعاة مجال أمان لمنع حدوث تداخل بين الإشارات. كما هو مبين بالشكل، نلاحظ لدينا أربع إشارات معلومات تمثل أربع إشارات كلام لها نفس مجال الترددي قبل عملية التعديل. بعد تحميل كل منها على إشارة حامل مختلفة وتجميعها على قناة نقل واحدة، نلاحظ عدم تداخل هذه الإشارات ترددياً مع وجود فواصل أمان بين كل إشارة وأخرى. يستخدم في تقنية الـ FDM نظام التعديل بالمجال الجانبي الوحيد SSP Single Side Band. الـ Single Side Band هو أحد أنواع التعديل المطالي بحزمة جانبية واحدة مع كبت الحامل. يفضل استخدام الـ SSP لأنه أفضل أنواع التعديل من حيث عرض المجال، وبالتالي نستطيع زيادة عدد الأقنية المرسلة باستخدام هذه التقنية. للحصول على الـ SSP كما هو معلوم، بداية يجب أن نستخدم معدل متوازن للحصول على إشارة DSP Double Side Band، أي تعديل مطالي بحزمتين جانبيتين مع كبت الحامل، ثم نمرر إشارة DSP على مرشح باند باس فلتر لحذف أحد المركبتين الجانبيتين، المركبة الجانبية العليا أو المركبة الجانبية السفلى، وبالتالي نحصل على إشارة الـ SSP. المخطط صندوقي يوضح مراحل الحصول على إشارة الـ SSP. بداية المرشح المتوازن للحصول على إشارة Double Side Band والحامل محذوف، ثم نمرر الإشارة على مرشح Band Pass Filter للحصول على إشارة Single Side Band. شكل الإشارة Double Side Band على شاشة الرسم: بينما الطيف الترددي للإشارة Double Side Band مبين معنا بالشكل التالي: بداية لدينا إشارتي كلام لهما نفس عرض المجال الترددي، نقوم بتحميل كل منهما على تردد مختلف، فالإشارة الأولى إشارة الكلام الأولى نحملها على تردد قيمته 10 كيلو هيرتز، بينما الإشارة الثانية نحملها على حامل تردده 15 كيلو هيرتز. بعد تمرير إشارة DSP على مرشح باند باس فلتر نحصل على إشارة SSP. كما نلاحظ بقاء مركبة واحدة فقط، إما الحزمة السفلى أو الحزمة العليا. في الشكل يمر فقط الحزمة السفلى وتنحذف الحزمة العليا. كما نلاحظ الآن إذا دمجنا بين هاتين الإشارتين على قناة واحدة لن يحدث تداخل بين المركبتين تردديتين. محتويات لوحة الاختبار DL2550 كما هو مبين تألف من النقاط التالية، النقاط الأساسية التالية: مولد إشارة المعلومات بثلاث ترددات مختلفة، المرسل ويتألف من قناتين، القناة الأولى تتألف من موائم ومعدل متوازن مع مرشح باند باس فلتر، القناة الثانية أيضا موائم ومعدل متوازن ومرشح باند باس فلتر ولكن ترددين مختلفين، ترددي الحامل. القناة الأولى بتردد الحامل 10 كيلو، تردد الثاني القناة الثانية هو 15 كيلو هيرتز. مرحلة جمع القناة الأولى إشارة القناة الأولى مع إشارة القناة الثانية ومع إشارة البايلوت تون. القسم الاستقبال يتألف من مضخم متغير ربح يتم التحكم بالربح عن طريق دارة الـ AGC، ثلاث مرشحات باند باس فلتر، بالإضافة لدارة إعادة دارة فك التعديل بقسم الاستقبال ودارة إعادة تشكيل الإشارة. يجب الانتباه إلى أن الحامل للقناة التالية قيمته ثابتة 15 كيلو هرتز وهي مماثلة لتردد قسم الحامل بقسم الإرسال، بينما للقناة الأولى يجب ضبطه يدويا ليصبح مطابق لتردد الحامل بقسم الإرسال. الجزء الأخير هو دارة أو محاكي خط نقل مع ضجيج.
التجربة الرابعة مجمع ومفكك تجميع بتقسيم التردد FDM Frequency Division Multiplexer. اللوحة DL2550 تتألف من المكونات التالية: أولا مولد إشارات جيبية بثلاث ترددات مختلفة، نص كيلو هرتز، 1 كيلو هرتز، و2 كيلو هرتز، قسم إرسال، قسم استقبال، ومحاكي خط نقل مع ضجيج أبيض. بداية قسم الإرسال بتألف من قناتين، وبالتالي يمكننا أخذ إشارتين فقط من إشارات المعلومات، وتحميل كل إشارة على تردد مختلف عن الإشارة الأخرى وجمعهم عبر قناة نقل واحدة. مراحل التجميع: أولا للقناة الأولى تبدأ بدائرة موائمة اللي هي عبارة عن مضخم ومرشح باند باس فلتر بالإضافة لمحدد. الهدف الرئيسي منها تهيئة الإشارة لقسم الإرسال وتحديد عرض المجال وتحديد عرض مجال إشارة المعلومات. المرحلة الثانية واللي هي مرحلة تعديل دي اس بي دبل سايد باند، يعني تعديل مطالي مع كبت الحامل أو تعديل مطالي بحزمتين جانبيتين مع كبت الحامل. يتم تحميل إشارة المعلومات على تردد إرسال قدره 10 كيلو هيرتز نحصل عليه من مولد مبين بالشكل. شكل الإشارة الناتج هو عبارة عن حزمتين جانبيتين والحامل مكبوت. مرشح باند باس فلتر الهدف منه حذف مركبة إما الحزمة الجانبية العليا أو الحزمة الجانبية السفلى، وبالتالي الحصول على إشارة SSB Single Side Band، تعديل مطالي بحزمة جانبية واحدة مع كبت الحامل. القناة الثانية لها نفس المكونات التي تم شرحها سابقا للقناة الأولى، ولكن تردد التعديل في هذه المرة هو 15 كيلو هيرتز، المرة الأولى كان هو 10 كيلو هيرتز. والإشارة الناتجة هي أيضا إشارة SSB Single Side Band، يتم دمجهم في على قناة نقل واحدة بهذا الجزء، بالإضافة لإضافة نغمة بايلوت تون أو نغمة إرشاد. نغمة الإرشاد ترددها 64 كيلو هرتز ومطالها 2 فولت، يتم جمعها مع إشارة المعلومات. بالتالي بهذه الطريقة بيتم تحميل كل إشارة معلومات على تردد مختلف وجمعهم على قناة واحدة، فلن يحدث تداخل بين الإشارات المرسلة. بينما في تجربة TDM التي تم شرحها سابقا يخصص لكل إشارة معلومات حيز زمني مستقل عن إشارة المعلومات الأخرى. المرحلة الأولى من قسم الاستقبال وهي عبارة عن مضخم متغير ربح، يليه مرشحات تمرير مجال لفصل الإشارات المستقبلة. المرشح المسؤول عن فصل نغم البايلوت تون مهمته استعادة نغمة الإرشاد، ويتم إدخال نغمة الإرشاد المستعادة للـ AGC المتحكم الآلي بالربح. مهمة الـ AGC مقارنة الإشارة البايلوت تون المستعادة، فإذا كان مطالها 2 فولت بهي الحالة تعني هذه الحالة أنه لم يحدث أي تغير على إشارة المرسلة، لا تخميد ولا ضجيج، فيكون خرج الـ AGC عبارة عن 1، أي ربح المضخم قسم الاستقبال 1، أي تمر الإشارات كما هي. إذا حصل تخميد للإشارة البايلوت تون أي مطالا انخفض عن قيمة 2 فولت، بأي الحالة تدل على أنه حصل تخميد لكامل الإشارات المرسلة في عبر قناة النقل، وبالتالي يقوم الـ AGC بزيادة ربح المكبر لحتى تعود الإشارة لـ 2 فولت، وبالتالي تعويض التخميد الذي طرأ على الإشارات المرسلة. وفي حال كان مطال الإشارة البايلوت تون أكبر من 2 فولت، بهي الحالة تعني أنه قد حصل ضجيج أو تراكب ضجيج مع الإشارات المرسلة عبر خط النقل، وبالتالي يقوم الـ AGC بخفض ربح المضخم حتى تعود مطال البايلوت تون لـ 2 فولت، وبالتالي نكون قد حذفنا الضجيج الذي تراكب على إشارة المعلومات. والهدف من كل هذه
العملية إعادة مطال إشارة المعلومات لوضعها السابق، لأنه كما نعلم أن التعديل المستخدم هو نوع من أنواع التعديل المطالي، فالاستعادة الإشارات بشكل صحيح يجب أن لا يحدث أي تخميد أو ضجيج لإشارات على إشارة المعلومات. ومن ثم بعد التأكد من عودة إشارة المعلومات، حذف الضجيج أو التخميد الذي طرأ على إشارة المعلومات، نقوم بعملية فك التعديل، وهي عملية معاكسة لعملية التعديل التي حصلت بقسم الإرسال، عن طريق وتم ذلك عن طريق إعادة توليد الحامل بقسم الاستقبال. للقناة الأولى الحامل قابل لضبط التردد، بينما قناة الثانية الحامل لها ثابت وقيمته 15 كيلو هيرتز. لضبط التردد للقناة الأولى نضع قناة الراسم الأولى على خرج دارة مولد التردد الحامل بقسم الاستقبال، والقناة الثانية على دارة مولد الحامل بقسم الإرسال، ونقوم بتغيير مفتاح التردد بقسم الاستقبال حتى نتأكد من ضبط الترددين على شاشة الرسم. عندها تتم استعادة الحامل ويتم فك التعديل، ثم تدخل الإشارة على دارة موائمة لإعادة تشكيلها. نفس الأمر يتم على القناة الثانية، ولكن الحامل ثابت، لا يوجد داعي لإعادة ضبطه. يتم فك التعديل، ومن ثم تدخل الإشارة على مرشح لو باس فلتر ودارة موائمة لإعادة تشكيل الإشارة. نضع قناة راسم على قسم الاستقبال وقناة راسم أخرى على قسم الإرسال للتأكد من استعادة الإشارة بشكل صحيح، سواء للقناة الأولى أو القناة الثانية. الآن سنقوم بدراسة تأثير الضجيج على خط النقل، أي دراسة عملية إرسال حقيقية لإشارة المعلومات المجمعة عن طريق خط نقل يحتوي على ضجيج. نقوم بوصل قسم الإرسال مع مدخل محاكي الضجيج ومخرج محاكي الضجيج مع أول طرف لقسم الاستقبال، والهدف الآن هو دراسة أثر تغيير مطال الضجيج وعملية التخميد على الإشارة المستقبلة. الجزء الأخير من تجربتنا وهو دراسة ظاهرة تسميع الكلام. لدراسة هذه الظاهرة سوف نقوم بوصل إشارة معلومات على القناة الثانية، نصل قسم الإرسال مع قسم الاستقبال، ثم نضع قناة الراسم على القناة الأولى في قسم الاستقبال، فنلاحظ وجود إشارة على هذه القناة، مع العلم أنه لم يتم وصل أي إشارة معلومات على القناة الأولى بقسم الإرسال. هذه الإشارة الناتجة في قسم الاستقبال على القناة الأولى هي إشارة ضجيج ناتجة عن ظاهرة تسميع الكلام Crosstalk، أي هو تأثير القناة الثانية على القناة الأولى، وبالعكس تأثير الإشارة المنقولة على القناة الأولى في القناة الثانية، وهي عبارة عن إشارات ضجيجية تؤثر على إشارة المعلومات الأصلية. ظاهرة تسميع الكلام ناتجة عن قرم القنوات من بعضها، بالإضافة لعدم مثالية المرشحات المستخدمة سواء في قسم الإرسال أو في قسم الاستقبال.